ان اذن لي امير المؤمنين. تفضل. الى ما دعا اليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا. فاني اشهد ان لا اله الا الله. جدك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنا يا أمير المؤمنين أقر بذلك كله ففيما أنا هنا. إنه أمامكم بأغلاله، كلموا. ما تقول في القرآن يا ابن حنبل؟ كلام الله. هل نظرت إلى ابن أبي دؤاد يا أحمد؟ إن أذن لي أمير المؤمنين، لو عرفته من أهل العلم لنظرت إليه وناظرته. هو عندنا من أهل العلم، ناظره كما أراد أمير المؤمنين. ماذا تقول في علم الله يا ابن أبي دؤاد؟ أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن من علم الله، فإذا كان علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، وإذا كان علم الله مخلوقا، وأستغفر الله من مقالة كهذه، لأنها ستعني أن الله كان في الأزل بغير علم، ثم خلق علمه فصار ذا علم، ولا أظن مؤمنا يقول مثل هذا الكلام المتهافت الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ما أعرفه أن الله أحد صمد، لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. يا أحمد، هل القرآن شيء أم غير شيء؟ هو شيء. ألم يقل الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ ألا يدخل هذا تحت خلق الله؟ قال الله تعالى في الريح التي أهلكت قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماء والأرض؟ أم أنها دمرت ما أراد الله فقط؟ إن الاستغراق في الآيتين يشمل ما أراد الله فقط. ما رأيك؟ إن الرجل قد ألجم جماعتك ولم يستطيع معه قولا. إلا هو الله يا مولاي ضال مضل وصاحب بدعة التي تطلقها كالطير في السماء لا قيمة لها عندي. أسكتوه بالحجة، ما من حجة إلا وردها عليكم. ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ أفيكون محدثا إن لم يكن مخلوقا؟ أخطأت أيها الرجل، إنما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إنما هو ما يحدث الله عند المؤمنين من العلم ما لم يسمعوه، ولم يأتيهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول.
تسمع إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فعلم نزول القرآن محدث عندنا وغير محدث عند ربنا. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ أفيكون ها هنا خطأ أيضا؟ أولا، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا، اقرأ الأثر جيدا، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. عجيب أمرك، وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟ ماذا تنتظرون؟ كلموه!